اهلا بيكم في ايكون تشالنج 2021 والجدع ايجيبت. معانا في كوست سبيس ريسكيو تحت 19 سنه. معانا بين اي سي اي 4002 اللي هي جانور، اي سي اي 4008 اللي هي نوران. اي كول تشالنج هي مسابقه دوليه للبروجرامينج، بيتم فيها الطلاب الجامعيين وبتاع المدارس بيعملوا بروجرامينج مختلف عشان ينفذوا التاسك المطلوبه منهم. نبدأ دلوقتي. الاثنين روبوتس دخلوا الاول في السبيشال زون. السبيشال زون دي بتبقى عباره عن الاريا الزرقاء بيبقى فيها السكور بتاع الاوبجكت الضعف، فالروبوت بتحاول تخش هناك عشان تزود السكور بتاعها. يبدأ دلوقتي الروبوت الاحمر يتوجه الى الكوليكشن بوكس اللي هو هيعمل فيه ديبوزيت، وبالفعل يعمل ديبوزيت سكسسفولي ويعلي السكور ويبقى السكور بتاعه 320، والازرق برضه يعمل ديبوزيت والسكور بتاعه يبقى 280. وكده بقى في اتعملت سوبر اوبجكت اللي هي السكور بتاعها بيبقى 90، بيبقى 90 والديبوز بتاعها بيبقى 90. والبلو لسه طالع من السوامب لاند او الجراي اريا اللي هي بتخلي السرعه بتاعته تبقى بطيئه. والاثنين دلوقتي اتجهوا مع بعض تاني للسوبر للبلو اريا اللي هي السبيشال زون. وادي اهو البلو وقف فوق السوبر اوبجكت، هل هياخدها؟ خدها فعلا البلو وخد السوبر اوبجكت وزودت السكور بتاعه ب 90. وهنشوف بقى هل هيقدر يعمل لها ديبوزيت ولا هيحصل فيه مشكله. ادي دلوقتي الريد وصل عند الكولكشن زون وعمل فعلا ديبوزيت والسكور بتاعه بقى 450، وعمل سوبر اوبجكت عشان عمل ديبوزيت لار جي بي. وادي حاليا البلو في السبيشال زون ومعاه لود ومعاه 6 اوبجكت وهو كده فولي لودد، فمحتاج يعمل ديبوزيت عشان يبدا يكاري اوبجكتس من الاول. طبعا السكورز قريبه جدا من بعض، 445 للبلو و170 للريد. وادي بلو اهو يعمل ديبوزيت ويخلي السكور بتاعه 610 ويوسع الفارق بينه ويتقدم على الروبوت الريد. نشوف هل هيقدر الريد يرجع تاني للمنافسه ولا هيكمل البلو يوسع الفارق. ادي الريد اهو جمع اوبجكتس ودخل بيها للكولكشن زون، هنشوف هيعمل لها ديبوزيت. عمل لها بالفعل ديبوزيت، زود السكور بتاعه 45، وبقى كده السكور 650 للبلو و555 للريد. البلو حاليا بيجيب اوبجكتس من السبيشال زون اللي هي الاوبجكت فيها بتبقى الدبل. هنشوف والبلو كده يدخل جوه السوامب لاند، بطئته شويه بس هنشوف ايه اللي هيحصل. وادي الريد هو كمان دخل على السبيشال زون وبدأ يكولكت اوبجكت من هناك. ادي كده البلو بدأ يروح للكولكشن زون وبدأ يعمل ديبوزيت، هيعمل ديبوزيت سكسسفولي ولا لا؟ بالفعل يعمل ديبوزيت سكسسفولي ويخلي السكور بتاعه 750 ويبدأ يبعد تاني عن الريد روبوت، ولكن الريد روبوت هو كمان يروح للكولكشن زون وهنشوف هيعمل هو ديبوزيت. وبالفعل يعمل سكسسفولي ديبوزيت ويبقى كده السكورز قريبه جدا، 760 للبلو روبوت و730 للريد روبوت. كده الفرق مش كبير ويقدر الريد روبوت يعوض. دخل اهو البلو روبوت راح السبيشال زون ودخل وراه الريد روبوت، هنشوف مين هيكولكت اوبجكت اكتر. ادي اهو طلع البلو روبوت من السبيشال زون ودخل عند الديبوزيت، وبالفعل يعمل ديبوزيت سكسسفولي ويزود السكور 870، وفي نفس الوقت برضو الريد روبوت يوصل عند الديبوزيت ويعمل هو كمان ديبوزيت يخلي السكور بتاعه 770. وادي كده البلو بدأ يكولكت بلاك اوبجكت وبدأ يزود الفارق بينه وبين الريد روبوت، ولكن كده يلمس في السوامب لاند ويبطئه شويه وبيعمل افويد للتراب ويبدأ هو نشوف هيوصل. وقف هو على الاوبجكت ولكن وقف على بلاك اوبجكت مش على السوبر اوبجكت. وبينما كده الريد في السبيشال زون بيكولكت اوبجكتس. السكورز حاليا بقت 950 للبلو و830 للريد. ادي البلو اهو دخل جوه الكولكشن زون هيعمل ديبوزيت، عمل بالفعل ديبوزيت سكسسفولي والسكور بتاعه بقى 1030، بينما السكور بتاع الريد 830. بدا السكور يوسع شويه والفرق يبقى اكبر بين التو روبوتس، لكن هنشوف لسه فاضل دقيقه و15 ثانيه هنشوف ايه اللي هيحصل فيه. ادي الريد اهو كمان يعمل ديبوزيت سكسسفولي والسكورز بقت 1060 للبلو 940 للريد.
وادي البلو اهو بيكمل في السوبر في السبيشال زون، والريد بيحاول يجمع اوبجكتس من الماب. ادي كده البلو يوصل عند الديبوزيت وهنشوف هيعمل في الكولكشن زون، يوصل بالفعل ويعمل ديبوزيت سكسسفولي والسكور بتاعه يبقى 1190، بينما السكور بتاع الريد هيبقى حاليا 975. حاليا البلو في ال واقف في ال سوامب لاند ومش عارف يتحرك منها، السبيد بتاعته بطيئة ولكن طلع منها اهو، والريد برضه في نفس الوقت عمل ديبوزيت وقلل الفرق اكتر ويبقى فاضل 30 ثانية كده. السكور بتاع البلو 1190 والسكور بتاع الريد 1010. وهنشوف وقف البلو على السوبر اوبجكت ولكن ما خدهاش، وكده الفرق يبقى البلو 1210 ويبقى الريد 1025، وفاضل كده 10 ثواني. وبكده نقدر نقول مبروك للبلو روبوت اي سي اي 4000، يا جماعه نقدر نقول هارد روك اي سي اي 4008 اللي هي نوران.